هرجع معاكم تاني لقصة المهاجم الصريح، ودايما بنقول ان احنا بنتكلم على مدار التاريخ، لكن في خبرات برضو على مدار التاريخ يقدروا يتكلموا معانا ويناقشونا في الحدوتة دي من وجهة نظرهم كمديرين فنيين او كلاعيبة لعبوا بتيشرت المنتخب او للأندية في التوقيت ده. بنصبح على حضرتك الكابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا فرح، ازي حضرتك عامله ايه؟ اهلا بيك منورنا. أهلا بيك. وطبعا في البدايه عايزه استكمل معاك باقي كلامي وحواري عن الجزئيه الخاصه بالمهاجم الصريح على مدار التاريخ كله في الكره المصريه، سواء مشاركتهم مع انديتهم او مع المنتخب المصري. تعليقك ايه على الجيل الذهبي في التوقيت ده 2006 و8 و10 مع المعالم الكابتن حسن شحاته، ما قبلها الكابتن جوهري، ما بعدها مع مستر هيكتور كوبر، ابتدت القماشه تقل او الامكانيات اللي عندك او الفرايتي زي ما بنقول بقت قليله قوي انك انت تعرف تختار او انك انت يكون عندك مهاجم صريح في الكره المصريه؟ شوف حضرتك تلخصتيها، الكواليتي يا فرح اقل كتير، المواهب ما بقتش موجوده، الملاعب الخارجيه سيبت من الاكاديميات والحاجات دي، ما بقتش تفرض دلوقتي مهاجم زي حسن شحاته، زي الخطيب، زي كوارشي في الاجانب، زي ايمانويل، لان دلوقتي كله ده انت رجعتنا للجيل الرائع الممتع اكتر واكتر كمان يا كابتن. وبعدين زي ما حضرتك قلتي متعب، وبعدين عمرو زكي، الحاجات دي مش موجوده ليه دلوقتي؟ لان النوعيه بتاعت الموهبه قلت شويه، وما عندكيش العناصر، يعني ما عندكيش مثلا المحطه القويه اللي تقدر تستدعي عليها، الا لسه شايف انا هالاند قوه جسمانيه ربانيه لانه عنده 20 سنه صغير. صحيح. لكن الفراوده دلوقتي او المهاجمين عندنا بيختاروه عشان تلعب لها بالعرض عشان يلعب براسه. طب لو انا اتمسكت من الناحيه المهاريه بتاعت الراس دي هتصرف ازاي؟ مفيش تصرف خلاص. بيجي لك شلل هجومي حتى لو مؤقت. لكن دلوقتي بره في الدول الاوروبيه فرح بيعملوا بيكونوا مهاجم فيه مواصفات، عنده اللعب بالراس كويس، لكن اهم عنده تحت يقدر يلعب، يقدر يراوغ، يقدر يتحرك، وده يمكن ما شفتوش من فتره الا سيف الجزيري الماتش اللي فات. اتحرك لزمايله، يعني التحرك بتاعه كان لصالح الفرقه. لكن تيجي تقولي دلوقتي مهاجم عنده قوه جسمانيه، عنده سرعه، عنده مهاره، مش هتلاقي الثلاثه في اي حد دلوقتي. صحيح. هتلاقي حاجه في واحد، حاجه ونص. وبعدين لو اتمسكت هيبقى انت كمدير فني او جهاز انت اتكتفت ان ما عندكش البديل كمان. صحيح. فهذه المشكله، فلازم ندور على الفكر اللي المدربين عايشينه الاجانب والمصريين في ان انت تجيب مهاجم عنده مهاره، عنده مراوغه، عنده سرعه، دي اهم حاجه. هل الامكانيات الخارقه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي احنا ليه مش لاقيينها؟ يعني كنت لسه حتى بتكلم على بعض العناصر، حتى لو ما عندكش زي ما حضرتك بتقول انك تكون هجام او جسمك مش بيساعدك على ده، بس عندك المهارات. وكنت بتكلم على الكابتن جمال حمزه، انت كنت بتستناه يلمس الكوره. طبعا طبعا، ده هداف هداف. لا ما مش عايزين بقى نرجع ورا عشان ما نحزنش. ما نحزنش. لكن انا بقول لحضرتك دلوقتي الاختيارات كلها صحيح. صحيح. مش صحيحه. هو تحدي بين انديه، كل واحد بيفرض عضلاته الماديه في ان يجيب واحد اغلى من الثاني. لكن اقل كتير جدا جدا من اللي عندي في مصر. طب ما تشوف بتوع مصر، شوف المصري، شوف حضرتك بتتكلم على جمال حمزه جسمه قد ايه؟ متعب، كان قد ايه جسمه؟ ما كانش هجام يعني. صحيح. لكن مهارته وحركته وفكره بيخليه يستغنى عن الحاجات دي زيدان. كلها، وممكن يجيب جون في ثانيه. بالظبط. فدلوقتي احنا عندنا معلومه خاطئه في ان الافارقه اجمد ناس واسرع ناس. لا لا لا. احنا دلوقتي عندنا من المحترفين الاجانب الافارقه، يعني مش عايز اقول ما يستاهلوش يلعبوا في الدوري المصري، لكن لا يستحقوا ان يكونوا حتى في انديه كبيره. انا معجب بالاختيارات في المقاولين بتاع شوقي غريب، نختار السرعه والمهاره وخاصه في الخط الهجومي، فعشان كده هو بيعمل نتائج كويسه، ممكن يكسب بره وجوه. عنده الافارقه سرعة جدا، عنده اللعيبه المصريين سرعة، فانت دلوقتي
كسبت سرعه وكسبت قوه وكسبت مهاره. يبقى انت كده تحط رجل على رجل وانت بتتفرج على الماتش وهتحس ان انت لازم ان شاء الله هتجيب اجوان. صحيح. طيب لو رحت معاك برضو للاسباب زي ما حضرتك كنت بتقول انه احنا عندنا قناعه انه الافارقه هم دول الهجامين وهم دول اللي بيخلصوا المباريات، ولكن اسالك سؤال تاني، هل طريقه اللعب اللي بيعتمد عليها المدير الفني ممكن تفرق في حاجه؟ طيب هل اعتماد قطبي الكره المصريه على الاجانب بشكل عام فلما تيجي عندك مباريات هامه او مباريات دوليه في المنتخب المصري ما بتلاقيش المهاجم اللي حضرتك بتتكلم عليه، ولا الاختيارات انك انت طب تلاقي المهاجم ده فين يا كابتن؟ عايزين نبحث عنه وندور عليه، ما هي دي القماشه اللي عندك، انت لو بصيت لمسابقه الدوري هتلاقي اللعيبه هم دول اللي بنتكلم عليهم، وعلى فكره جبت اسماء كتير جدا على مدار التاريخ اللي شاركوا مع المنتخب المصري، اتكلمت على عمرو جمال، اتكلمت على باسم مرسي، اتكلمت على مروان محسن، على مروان حمدي، لا ده كتير، احمد حسن كوكا، اتكلمت على ناس كتير قوي، احمد تمساح، ولكن هرجع واقول طيب ليه حتى هذه اللحظه ما بنقولش انه اي اسم من دول سطر اسمه من ذهب في تاريخ الكره المصريه؟ ما بنلعبش باستمرار. المصري وبالاخص لما يوفق فبتقعد، ما حدش بيصبر عليك غير الاجانب، لانك الاجانب انت جايبه بمبلغ كبير وبتقول للناس لا ده لسه ده ما خدش ده ان شاء الله ده كده، فبتقعد بتاخد لك سنه. واحنا للاسف دايما بنجيب نقول لك شفت فلافيو جاب جون في سنه بس بعد كده بقى هداف. ما انا عندي عايز اخد بطولات. اذا كان النادي الاهلي صبر شويه لان كان عنده كتير عماد وبلال وفي ناس كتير. صحيح. لكن انا ما اقدرش اصبر، انا عايز بطولات، فانا لما اجيب واحد مش هياخد لي بطولات هيعمل ايه؟ خليك معايا دي واحده فرح سمحت. احنا في انتظار كابتن محمد صلاح هيرجع يستكمل حديثه معانا عن الجزئيه اللي بنتكلم فيها. هي دي المشكله اللي انت عايزه بطوله ولا مش عايزه بطوله؟ هتصبري ولا مش هتصبري؟ هتستني الجماهير لما تقول ده وحش ولا كويس ولا هتغيري؟ فلازم الاختيارات تكون كويسه بعنايه. طب ليه المنتخب الاولمبي حتى هذه اللحظه ما بيصبش في المنتخب المصري؟ بمعنى لو بصيت لرقم تسعه، رقم تسعه الصريح ده اللي بيلعب فيه مثلا ناصر منسي. طب ما ناصر منسي كان في المنتخب الاولمبي والراجل ارقامه مع فريقه سواء اذا كان الفرق اللي لعب فيها او الفرق اللي خرج اعاره ليها ارقامه مميزه جدا. حتى هذه اللحظه ما كانش اخذ فرصته ان هو ينضم بشكل كبير للمنتخب. ممكن ان احنا بعد انضمامه لنادي الزمالك نبتدي نشوف اسمه طبعا بعد ما يبتدي يشارك مع نادي الزمالك او يبتدي يحجز مكانه اساسي مع المنتخب المصري. ليه؟ انا معاكي لان كل الناس للاسف الشديد بتبص للاهلي والزمالك ان هو احسن ناس في الكوره في المستوى. فاي واحد يجي النادي الزمالك او نادي الاهلي يبقى فرصته في ان لما يلعب اقل ماتشات حتى ويظهر كويس او يجيب اهداف كمهاجم يقدر يروح المنتخب. لان انا بقول لك الاختيارات مش صح. مش اي واحد يجيب جول يبقى في المنتخب، مش اي واحد يبقى كويس يبقى في المنتخب. المنتخب ليه مواصفات. صحيح. لو دي عندك في اي حد حتى لو مش في اهلي وزمالك خده. صحيح. لكن انا مش مرغم ان انا اخد خمسه من هنا وخمسه من هنا، اصل خلي بالك لا من سنين مش كويسه. اللي هي الموازنه بين الاهلي والزمالك في عدد اختيار اللعيبه. هو حضرتك بتتكلم صح، لان احنا لو رجعنا للتاريخ زمان قوي انت بتتكلم على حاجه عبر التاريخ. يعني انا لو عايز اقول كده مثل صغير قوي، لو رحت للكابتن ايمن منصور، فاكر يا كابتن صلاح الانجازات اللي حققها مع فريق السكه الحديد؟ لما تبص للانجازات وازاي صعب فريق السكه الحديد وكان متواجد معاهم، وان هو ما ابتداش ينضم للمنتخب المصري الا لما راح لنادي الزمالك وتالق معاهم، او قبلها كان في النادي الاهلي طبعا قبل الاصابه، ولكن الحدوته دي بتاكد انه اي فترات هو مش في اهلي وزمالك فيها هتكون نسبته ضئيله جدا في ينضم للمنتخب. رغم ان ايمن مش حريف. لكن كان عنده حاجات تلعبيه وحتى لو ما اتمرنش. عنده روح عاليه جدا. عنده انا اسف في اللغه غل ان عايز يجيب جون. قتال على كل كوره فوق وتحت. فظهر بقى كويس. صح.
لكن انا بقول لحضرتك لو هو بالامكانيات القليله الشويه دي وما راحش اهلي والزمالك مش هيروح منتخب. ده وضع طبيعي ان انت تاخدي كم كبير من الاهلي والزمالك. صحيح. بس اللي هيفيديه اللي هيفيدك او اللي هيكون فعلا مؤثر او اللي هيصنع فارق مع المنتخب. صح. طيب تعليقك ايه سريعا يا كابتن صلاح برضو معانا على المباراه الاخيره لنادي الزمالك امام سموحه، وازاي ده ممكن يفيده في المباراه الافريقيه القادمه ليه؟ هي فرصه لاقتناص الثلاثه بونت للحاله السيئه اللي كنا عليها قبل كده، ولازم نستثمرها ابتداء من ماتش المريخ يوم الجمعه. تمام. دي بقى لما فيهاش مدرب ولا مجلس اداره، نفس دي لعيبه. دي لعيبه. يبقى انت لما بتقول عايز تكسب بتكسب. حتى لو بتلعب شوط واحد وشوط تاني كنت مدافع مفيش مشكله، المهم طلعت بالنتيجه اللي ترضيك وترضي جماهيرك، لان جماهيرك تعبت وراك فمستنيه مقابل. المقابل ده اللي هو الفوز. صحيح. فنتمنى ان هم يستثمروا المباراه اللي فاتت بتاعت سموحه في اللي جاي، وخاصه في البطولات الافريقيه فرح، لان دي غايبه عن الزمالك حوالي 21 سنه او 22 سنه. صحيح يا كابتن صلاح، زي ما حضرتك بتقول بنتمنى فعلا ان احنا نشوف خلال الفترة القادمة عندنا اكتر من موهبة في مركز المهاجم الصريح، وايضا يعود نادي الزمالك زي ما حضرتك برضو كنت بتتحدث عن الفترة الاخيرة اللي بيمر بيها، يرجع له ثقة مرة تانية ونبتدي نشوف اداء مستمر وثابت لنادي الزمالك في مسابقة دوري ابطال افريقيا. شكرا جزيلا للكابتن محمد صلاح النجم نادي الزمالك السابق، شكرا جزيلا لوجودك معنا عبر الهاتف، ودايما بنستمتع بصراحة بالآراء الصريحة والتصريحات الجميلة من الكابتن محمد صلاح اللي دايما معتدين عليها.